تأسس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة اليوسيب في باريس بتاريخ 23 من مايو من عام 1990 بقرار من ممثلي 43 دولة، وتم انتخاب الفريق عبد الحميد حجي عبد الرحيم رئيسا للاتحاد الرياضي الدولي للشرطة في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في الكويت في 3 ديسمبر من عام 1994. يهدف الاتحاد إلى تشجيع ممارسة الألعاب الرياضية في كافة أجهزة الشرطة الدولية، تنظيم المسابقات الدولية والإشراف عليها، دعم وتطوير المنافسات الرياضية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، تعزيز أواصر المحبة والصداقة والتعاون بين رجال الشرطة في العالم، إقامة تبادل ثقافي في دراسة العلوم الرياضية والتدريبية والتنظيمية لقطاعات الشرطة الرياضية، وصقل ورعاية المواهب الرياضية في أجهزة الشرطة الدولية. ومنذ أن أعلن الفريق الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن نيته في الترشح لمنصب رئاسة الاتحاد الدولي من خلال ترأسه للاتحاد الرياضي الكويتي للشرطة، حظي هذا الترشيح بدعم وتأييد دولي وعربي على نطاق واسع، حيث حققت الجولة الخليجية التي قام بها الفريق الشيخ أحمد نواف الأحمد العديد من الأهداف والمكتسبات التي ساهمت في تنشيط مسيرة الرياضة الشرطية وتحقيق أكبر قدر من التعاون من خلال المحادثات البناءة والمثمرة على الصعيدين الأمني والرياضي مع قيادات الاتحادات الشرطية الخليجية. وكان هناك اتفاقا كاملا على أن الفريق الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خير من يشغل هذا المنصب بحكم ما توفر له من خبرة في مجال الرياضة الشرطية وبما يتمتع به من قدرات قيادية ورؤية ثاقبة. وجاءت بطولة الرماية الدولية للشرطة والبطولة الخليجية للرماية معبرة عن توجهات رئيس الاتحادين الدولي والكويتي للشرطة الفريق الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على النهوض بالرياضة الشرطية والمساهمة في رفع المستوى الفني وتنمية مهارات الرياضيين من منتسبي وزارة الداخلية في الاتحادات الشرطية العربية والدولية. وفي اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الدولي للشرطة التي استضافتها الكويت عام 2010 بحضور ممثلي 45 دولة عربية وأجنبية الجمعية العمومية في جلستها الثانية، تم تزكية الفريق الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة في دورته الجديدة التي تستمر حتى عام 2014. وأصبح الشيخ أحمد نواف الأحمد ثاني رئيس كويتي للاتحاد خلفاً للفريق الحجي. وقد حصل الشيخ أحمد على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد بأكملها بعد تصفيق حار يعبر عن الموافقة الجماعية وتفاؤل بمستقبل الاتحاد في دورته الجديدة. ومنذ توليه رئاسة الاتحاد الدولي وحصوله على ثقة القيادات الشرطية في الدول الأعضاء، أعلن عن استراتيجية جديدة متعددة المحاور تهدف إلى توسيع قاعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي، توحيد أجندة الأنشطة والبطولات التي ينظمها الاتحاد بالتنسيق مع الاتحادين الأوروبي والعربي للشرطة بحيث لا تتعارض تلك البطولات مع برامج وفعاليات الاتحادات المذكورة، تطوير الموارد المالية للاتحاد الدولي وتسهيل كافة الصعوبات التي تعترض مشاركة الدول الأعضاء في أنشطة الاتحاد وإتاحة الإمكانيات اللازمة لتطوير النشاط الرياضي الشرطي على المستوى الدولي، إيجاد رؤية مستقبلية واضحة لتنفيذ استراتيجية الاتحاد وبرامجه الجديدة بحيث تتمشى مع الخطط الموضوعية للتطوير واتباع أساليب مبتكرة. ولم ينتظر الفريق الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كثيراً بعد توليه رئاسة الاتحاد الدولي للشرطة التي اعتبرها تكليفاً قبل أن تكون تشريفاً بالمنصب، واستبق الأحداث في تطبيق رؤيته الجديدة للنهوض بالرياضة الشرطية بالتواصل مع المنظمات والاتحادات الدولية، حيث قام بزيارة مقر الأمانة العامة للاتحاد الأوروبي للشرطة في سبتمبر من عام 2010 بهدف تعميق التواصل مع رئاسة الاتحاد الأوروبي والتباحث حول مستقبل الرياضة الشرطية. وواصل رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للشرطة جهودهم في النهوض بالرياضة الشرطية
من خلال المشاركة في المؤتمر 34 للاتحاد الأوروبي للشرطة الذي عقد في بلجيكا بأكتوبر من عام 2010، وتم الاجتماع الثاني مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر من عام 2011 الذي عقد في ألمانيا، حيث اتفق أعضاء الاتحادين على تعزيز أطر التعاون المشترك في كافة المجالات الفنية والإدارية وتحقيق الأهداف المشتركة للمرحلة المقبلة. وأثمرت هذه الاتصالات عن اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحادين الدولي والأوروبي للشرطة. وسعياً لزيادة عدد الدول الأعضاء، وجه الفريق الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الدعوة لاتحاد الشرطة التركي للانضمام لعضوية الاتحاد الدولي من خلال زيارته لتركيا. وتباحث الجانبان خلال الزيارة سبل التعاون بين الاتحادين. رحب الجانب التركي بفكرة انضمامه إلى الاتحاد الدولي، كما تم إبرام اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الدولي للجودو، إضافة إلى الاجتماعات التنسيقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول في إطار الجهود التي يقوم بها رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي لنشر الرياضة الشرطية. وأكدت نتائج اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي إلى اتفاق الأعضاء على العمل بروح الفريق في جو من الود والصداقة التي تدفع لمزيد من العطاء، خاصة وأن الاتحاد الدولي على أبواب مرحلة جديدة تتطلع فيها كل الدول الأعضاء لمزيد من التطور. ويحظى الاتحاد الدولي للشرطة بدعم لا محدود ومتابعة مستمرة من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد لحمود الجابر الصباح ووكيل الوزارة الفريق غازي عبد الرحمن لعمر، حيث ساهم هذا الدعم والمساندة في رفع مستوى الرياضة الشرطية وتوسيع قاعدة ممارسيها، إضافة إلى تحقيق الأهداف التي يسعى إليها رئيس وأعضاء الاتحاد.